نعم توفيق، أنت كنت قد أشرت إلى انعقاد جلسات لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حدثونا عن استعدادكم أنتم في كمنظمة سام إلى هذه الجلسات. والله نحن في منظمة سام نحن نعمل منذ فترة طويلة على إعداد مجموعة من التقارير تدعم استشهاد التقارير النوعية، خاصة التقرير المتعلق بالبيوت المفجرة منذ بداية مسيرة الميليشيات مع هذه الحكومة، واستطعنا أن نعد تقرير متكامل بإحصائية هذه المنازل والآثار النفسية والاجتماعية التي ترتبت عن هذا التفجير. ولدينا ايضا تقرير اخر متعلق بوحشيه القتل، نعم. سواء القتل في توفيق التعذيب توفيق أو نعم. هل يمكنك ان تعطيني احصائيات عن البيوت المفجره وايضا عن القتل، عن الملفين الذي اعددتموه انتم؟ التقارير البيوت المفجره نحن عدينا تقرير تضمن ما يقارب من 650 بيت مفجرا الذي استطعنا ان نحصيه وأن نجمع بياناته. لدينا تقرير آخر متعلق بوحشية القتل، وهذا التقرير المتعلق بوحشية القتل هو تقرير ليس إحصائي بالدرجة الأولى، وإنما الهدف منه توضيح أو بيان للعالم الخارجي نوعية القتل الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد الخصوم. وبينا ثلاث طرق من أبشع هذه الطرق، الطريقة الأولى كانت الإعدام خارج القانون، وذكرنا قصص موثقة لهذا الجانب، وثم ذكرنا القصة الحالة الثانية للقتل الوحشي الذي تمارسه وهو القتل تحت سياق التعذيب، وذكرنا مجموعة من القصص، ثم بينا الحالة الثالثة لوحشية القتل التي هي القتل بوضع المختطفين والمخفيين قسرا كدروع بشرية في مواقع عسكرية أو مخازن أسلحة تستهدفه الميليشيات. التقرير الثالث الذي بإذن الله سيكون ضمن هذه التقارير متعلق بمعبر الدحي سابقا في تعز، والانتهاكات التي مورست بحق المدنيين، بحق الأطفال، بحق النساء، بحق الشيوخ في هذا المعبر كانتهاك لحقوق الإنسان. هنالك أيضا التحالف سيكون لديه تقرير متعلق بالمخفيين قسرا، متعلق بالمرأة، متعلق بتجريد الأطفال. نعم. وبالتالي على العالم نحن الهدف الأساسي أننا نقدم للعالم مجموعة كبيرة من الأرقام، مجموعة كبيرة من الحقائق، مجموعة كبيرة من القصص ليطلع على الوضع الذي يحدث في اليمن. اليوم العالم الخارجي ينظر للقضية اليمنية للأسف الشديد من منظور سياسي. نعم. متعلقة بالصراع ربما بين المملكة السعودية وجماعة الحوثي فقط. نعم. نعم. توفيق، شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف. توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام الحقوقية، كنت معي من النمسا، شكرا لك. معي أيضا عبر الهاتف الوزير عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، وربما هو يتواجد الآن أيضا في جنيف على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. أستاذ عز الدين، مرحبا، أهلا بك، مساء الخير. حدثنا عن استعداداتكم أنتم، أو ما هي الملفات التي أعددتموها كوزارة، وزارة حقوق الإنسان، لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان؟ شكرا جزيلا اولا لك وللضيوف الكرام. نحن نتواجد في قلب المجلس ليس على هامشه، لان هذا الاجتماع هو اجتماع رسمي. نعم. الدوره 33 لمجلس حقوق الانسان ومثلت الدول الاعضاء المختلفه، واليمن حاضره بقوه من خلال عده مستويات، يعني من خلال العرض الاول الذي تم اليوم للسيد المفوض السامي عن حاله حقوق الانسان واشار الى اليمن، ثم لدينا بعد ذلك التقرير الخاص الذي تقدمه المفوضية حول اليمن والإنجازات، وحول التعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاء انتهاكات حقوق الإنسان. ما بين هذه الفعاليات الرسمية الحكومية على مستوى المجلس، هناك عديد من الفعاليات فيما يسمى الندوات الموازية للمجتمع المدني على المستوى الدولي والعربي واليمني، وربما الذي اطلع على الجداول المعدة لهذه الندوات سيجد بأن المنطقة العربية وعلى رأسها اليمن تحتل صدارة كبيرة. نحن تقريبا المنطقة العربية تحظى بأكثر من نصف جدول الندوات الموازية على مستوى العالم، واليمن واحدة من أبرز الدول التي تحظى باهتمام كبير وبتجاذبات سياسية وحقوقية كبيرة. اليوم كان هناك فعالية دولية كبيرة حول المرأة والنزاعات لمركز المعلومات التاهل لحقوق الإنسان والرابطة الدولية للنساء
للحرية والسلام اللي هي وولف، وأيضا غدا وبعده وهكذا. وبالتالي فعاليات مجلس حقوق الإنسان دائما معروفة بفعاليتها وحيويتها خلال هذه الدورة من كل عام، ولكن الأهم بالنسبة لليمن هو ما سيترتب عليه تقرير المفوض الثاني يوم 28 سبتمبر في صدور القرار الخاص بشأن اليمن، وهو من القرارات التي نترقبها والتي ستكون لها أثر كبير على مسار حقوق الإنسان. حدثنا أستاذ، حدثنا عن حضور اليمن، أو ما هي القضايا التي تطرق إليها تقرير المفوض السامي أو استعراضه في جلسة اليوم، الجلسة الافتتاحية؟ يعني من ضمن اليوم طرح المفوض السامي ملاحظاته على وضع حقوق الإنسان، وطرح وجهة نظر يعني لا نتفق معها فيما يخص اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان من حيث ما نراه حكما مسبقا على أدائها، ونحن نعتقد بأن اللجنة أدت أداء عمل جيد وتحتاج إلى استمرارية وتشجيع، ولدينا ملاحظات مجملة على التقرير وسيتم الرد عليها في الجلسة الخاصة بذلك يوم 27-28. الآن التحضيرات الأولية حول مشروع القرار الخاص باليمن، هو قرار عربي بامتياز إن شاء الله، ويتم الآن التحضير من خلال الدول العربية المتبنية للقرار، ويتم بعد ذلك مسألة إيجاد الحشد المتكامل لأجل التصويت الإيجابي بما يخدم مسألة حقوق الإنسان والقضية اليمنية. هناك يعني بالأخير لدينا مستويين مهمين في هذا الأمر في التقرير. المستوى الأول هو رؤية المفوضية لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وهي وجهة نظر تدعمها بعض المعلومات هنا وهناك ويرد عليها بنفس المستوى من المعلومات. وأنا سمعت جزء من مداخلة الأخ توفيق، وهي مداخلة هامة، ومن المنظمات الفاعلة في هذا المجال اللي هي المجتمع المدني، التي أيضا تدحض كثير من المعلومات المضللة التي ربما ضللت كثير من الجهات الدولية، ونعتمد بقوة على المجتمع المدني اليمني في هذا الإطار. الجانب الآخر هو جانب اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، وهو جانب مطلوب وملزمة فيه الأمم المتحدة بتقديم العون والدعم التقني والفني، ونحن الآن بردنا على هذا الموضوع نعمل على تسنيد هذا التقرير الذي سيرد في الأسبوع الثاني من دورتنا الحالية في جنيف. نعم، هل ترى أنت أن ثمة لن يكون مبشرا التقرير، بما أن الاستعراض كما قلت لا تتفقون معها، وأنها تخضع ربما لتضليل الجهات المرتبطة بالحوثي وتتبنى وجهة نظرها فيما يخص حقوق الإنسان؟ نعم، هناك قصور في التقرير حقيقة. يعني لا، أنا لدينا نحن ردينا رد رسمي ونشر هذا الرد، وموجود الآن بالأمم المتحدة والدول الأعضاء، وهو من الردود صراحة التي أشيد بها من حيث المهنية والجدية والالتزام بالمعايير الدولية. ردنا كان تسنيدا حقيقيا موضوعيا لما رأيناه قصورا واضحا في التقرير الدولي. المفوضية الثانية ملزمة بحسب قرار مجلس حقوق الإنسان السابق أن تقدم العون الفني والتقني للجانب الحكومي وللجنة الوطنية المستقلة، لكن بمراجعة شاملة لما قدم لم يرقى للمستوى المطلوب من هذه الجهة. الجانب الآخر بأن مسألة تقييم أداء اللجنة الوطنية واصطياد بعض القصور هنا أو هناك، رأيناه بأنه نوع من التلكع عن القيام بالمسؤولية الدولية تجاه حقوق الإنسان في اليمن. المجتمع الدولي ملزم بصيانة حقوق الإنسان في اليمن بحسب المعايير الفنية، وليس إلى إصدار خطابات سياسية محسوبة على جهة على أسرة، أو غض الطرف عن الانتهاكات الواضحة والممنهجة التي قامت بها ميليشيا الانقلاب. يعني تحدث اليوم تعرض لدينا قناتكم الكريمة حول الإخفاء القسري، وهي ليست ظاهرة عرضية ولكنها عمل ممنهج تم من قبل ميليشيا الحوثي، ولم تحظى بالنقد الدولي وبالميزان الدولية الكافية بما يتناسب وحجم هذه الجريمة. وبالتالي علينا أن نبين الآن للمجتمع الدولي كارثية الوضع، وأيضا القصور في التعامل الدولي مع ما تم في هذا الملف. ودعني أقول بأنه من أول لقاء عندنا على المستوى الدولي هناك مؤشرات إيجابية في تفهم الوضع، لم يعد هناك تضليلا يعني كبيرة مما كان عليه الأمر. ولكن أيضا لا تزال المهمة شاقة وصعبة، لأن لدينا أيضا
جهات عديدة تعمل على التضليل والإيذاء والقتل المنهج، والذي يقتل عموما أفراد شعبه وأمته ما أسهل عليه أن يكذب على العالم ويزور الحقائق. نعم. ولكن كما قلنا دائما لا بد على الحق. أستاذ عز الدين، أنت تتفق أن الأمم المتحدة لم تكن بحجم المسؤولية وبحجم التضامن وبحجم الإدانة لجريمة مثل الإخفاء القسري، وتجد أن ربما تلكوها بتحميل أطراف عدة والمساواة في المسؤولية أنها ربما تلكى عن واجباتها في مثل هذه الملفات؟ يعني دعنا نكون واضح، أقول أولا أنه جريمة الإخفاء القسري في اليمن عرفت بسنوات طويلة وبدأت مع بداية حكم علي عبد الله صالح، وهناك العشرات من الأسماء التي اختفت وكانت تشكل حالة بما نسميه ذاكرة الألم الموجعة دائما. ولكن ما عمله الميليشيات الحوثي في خلال عامين، العام والنصف الماضيين، عمل يفوق التصور في مسألة الإرهاب، والذي ذكرت في الأنظمة والعصابات الفاشية في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، عشرات الأسماء المختطفة المغيبة، العمل الممنهج، إخفاء الناس من الطرقات والأماكن، وممارسة التعذيب البشع. لدينا الآن شهادات ولدينا توثيق مؤلم في هذا الأمر. المجتمع الدولي حقيقة يعني حاول أن لا يتعامل بنفس المستوى من المسؤولية والضمير الحي مع هذا الملف، وبأحيانا نقول بنوع من الاستخفاف بأن هذه قضية يمنية ستحل بشكل عاجل وسيتفق اليمنيون وينسون ما يجري لهم، ولكن تتضح الأيام أنه ليس ذلك صحيحا. ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن عمل إجرامي ممنهج، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم ولا يمكن لك أن تغض الطرف عنها. المجتمع الدولي الآن يبدأ يصحى قليلا معنا، ولكن لا يزال حتى هذه اللحظة دون المستوى المطلوب. ما يجري من جريمة الإخفاء القسري بصريح العبارة لم تحظى بالاهتمام الدولي وبالواجب الإنساني والضميري المفروض على هذه الجهات الدولية التي تقوم بها. وعلينا أن لا نيأس عموما، لأنه دائما القضايا العادلة تحتاج إلى صبر وعمل دؤوب من أجل الإنصاف، ولكن دعني أقول بالفعل ليس هناك تجاوبا بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه الأمر أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا. نعم. أستاذ عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف من جنيف. أيضا معي أمل عبد الرحمن، عضو رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا. أستاذ أمل، أهلا وسهلا. أستاذ، حدثينا عن مشاعركم أنتم كأمهات المختطفين والمخفيين قسريا، خاصة وأن أبنائكم يتواجدون في المعتقلات في مثل هذه المناسبة العظيمة، مناسبة العيد، عيد الأضحى. أنتم رفضتم الكثير من الوقفات والاحتجاجات في أمانة العاصمة، وكان آخرها ربما قبل العيد أو يوم الوقفة. حدثينا. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير واليمن بخير وجميع اليمنيين وجميع الوطنيين وجميع الخيرين وباقي الإنسان عموما في خير وإلى خير. نعم. اسمع يا أخي الحبيب، يعني إحنا لو ركزنا فقط على منظومة الوقفات الخاصة بالرابطة لتبينا مقدار الألم الذي يجتاح الأمهات والزوجات والبنات والقريبات. الوقفة في يوم عرفة التي كانت لأطفال المختطفين أجبت قلوبنا نحن قريبات المختطفين المتواجدات مع هؤلاء الأطفال. الأطفال دموعهم تتساقط بمجرد الطلب منهم أن يتحدثوا إلى العالم حديثاً عفوياً بريئاً في طلب العيد بجوار آبائهم. لم تستطع الزوجات ولا الأمهات تحمل هذا الوضع النفسي الصعب. أي شيء يمكن أن يخرج المرأة اليمنية في يوم عرفة لتتحدث إلى العالم، أو يخرج الطفل بثوبه الجديد ليضعه على قارعة الطريق إلا ألم بلغ مبلغه الكبير. تخيل أنا قريبة أحد المخفيين قسرا، ماذا يكون شعوري وأنا أرى مجموعة من الأحداث تتوالى قبل العيد وبعد العيد؟ قبل العيد تتحدث إلي إحدى قريبات المختطفين عن تعذيب وأمين لأحد المختطفين. تمزق قلبي وتساءلت ماذا يمكن أن يكون حال قريبي المخفي قسرا إذا كان هذا حال المختطف الذي تلقاه والدته أو زوجته في الشهر أو في الشهرين أو في الثلاثة. وفوق ذلك في سجن هبرة يوم العيد حين تذهب السيدات الزوجات أو الأمهات زيارة أبنائهن يفاجأن بتجاوزات وإجراءات تعسفية. هذه الإجراءات سببت ألماً مضاعفاً لأنها يعني سببت صدمة كبيرة، ف
فقد قيل للأمهات والزوجات أن الزيارة منعت، أنه لا يمكن إدخال الأكل والشراب. يعني إذا كان المختطف قد حرم من ملامسة أصابع أطفاله، إذا كان قد حرم من تقبيل رأس والدته يحرم أيضا من زيارتها؟ إذا كانت الأم أو الزوجة اكتفت بأن تقف تحت الشمس أمام باب الزنزانة لتسلم وتهدي تحية العيد لحبيبها وقريبها خلف الزنازين، تحرم أيضا منها؟ وفوق ذلك قوات مكافحة الشغب على أبواب سجن هبرة؟ هذا الألم جعل من العيد الذي حاولنا أن نبتسم فيه ألما مضاعفا، وظلما فوق الظلم، وظلمات بعضها فوق بعض. هذا الألم بالتأكيد أيها السادة الكرام اليمنيين البسطاء أو النخب الكبيرة أو الشخصيات العظيمة أو من ادعوا النسب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من امتلكوا حق الشرعية، هذا الألم ننقله إليكم فتألموا به، اشعروا به. أي أضحية لكم ونحن قلوبنا ضحايا هذا الظلم؟ أي فرحة في قلوبكم وقلوبنا حزينة في كل دقيقة ولحظة؟ هذا العيد الذي عشناه يا أخي. أستاذ أمل عبد الرحمن، عضو رابطة أمهات المختطفين، نشاطركم بطبع الآلام، ونتمنى أن يفك الله أسر الزملاء والمختطفين من كل الفئات في البلاد. لا نقول لكم إلا أعانكم الله وصبركم، وإن شاء الله غمة وتنجلي وتذهب هذه الميليشيا الباغية الظالمة. نسأل الله الأمن والسلامة لليمنيين عموما، أعاده الله علينا هذا العيد الأضحى المبارك بالأمن وبالسلام وبالنصر إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، استودعكم على أمل لقاء بكم في حديث لمساء آخر.